أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية إلى السعودية وعن أبعاد وتبعات هذا التصعيد وتوقيته. أعلنت قوات التحالف العربي اعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن 3 منها كانت باتجاه مدينة الرياض، و2 باتجاه جازان، وصاروخا باتجاه خميس مشيط، وآخر باتجاه نجران، وقد تم إطلاقها بطريقة عشوائية لاستهداف المناطق المدنية والأهلة بالسكان بحسب المالكي. أضاف المالكي أيضا أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضتها جميعها، وقال إن شظايا الصواريخ تناثرت على بعض الأحياء السكنية، ونتج عنها بحسب المعلومات الأولية استشهاد مقيم من الجالية المصرية وبعض الأضرار المادية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يعني إطلاق الحوثيين صواريخ في هذا التوقيت، وما هي تبعات هذا الهجوم، وكيف سيؤثر هذا الفعل على التحركات القائمة لإعادة المسار السياسي. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. ربما كان اليمنيون وغيرهم في لحظة استذكار لبدء عاصفة الحزم مساء 26 من سبتمبر 2014، وربما سعت الميليشيا أيضا، أو هذا واضح، لخلق مفارقة من شأنها القول أنها لم تنكسر بعد، بل لا يزال خطرها قائما وقادرا على الوصول إلى العمق السعودي. ليس هذا وحده ما سعت الميليشيا لإحرازه وفق دلالة التوقيت، فقد أرادت أيضا إيجاد دافع معنوي يحفز جماهيرها للخروج والتظاهر صبيحة اليوم الموافق لحلول الذكرى 3 لانطلاق عاصفة الحزم. نجحت الميليشيا في تحقيق جزء من أهدافها، خصوصا تلك الآنية المتعلقة بالحشد. في المقابل بدت السعودية المتزعمة لواء التحالف في موقف الفاشل في تحقيق الأهداف المعلنة للعاصفة، وظهر أن ما صرح به سابقا عن تدمير 90% من قدرة الميليشيا الصاروخية لم يعدو عن كونه كلام مؤتمرات صحفية. الآن وقد اخترقت أجواء المملكة ب7 صواريخ باليستية في تهديد هو الأبرز منذ بدء المواجهة، لا شك أن مسار الأزمة سيأخذ منعطفا آخر، وأن مساعي المبعوث الأمم الجديد تم وأدها في منتصف الطريق. قد تنجح السعودية والتحالف في استغلال هذه الحادثة دوليا لأخذ هدنة ولو محدودة من الضغوطات التي تمارس عليها لإيقاف الحرب، وقد تكسب تعاطفا دوليا أيضا. وقد بدا هذا جليا في المواقف المنددة من قبل الكويت وبريطانيا، وأيا كان ما ستحصل عليه السعودية فهذا لن يغطي فشل التحالف في إنهاء خطر الميليشيا على اليمن والإقليم، ولن ينسي الآخرين أن التحالف في مرحلة ما نسي الخطر الحوثي وذهب لخوض معركة جانبية في المناطق المحررة أدت في النهاية إلى إضعاف الشرعية والظفر بمصالح جيوسياسية لم تكن ضمن أهدافه المعلنة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم لنا من الرياض، الصحفي في جريدة الوطن السعودية سلمان عسكر. أهلا بك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا، حياك الله. حياكم الله. في البداية أستاذ سلمان، إذن 7 صواريخ أطلقتها الميليشيات على المملكة بحسب تصريح الناطق باسم التحالف، ربما هو التهديد الأبرز، يأتي ذلك بالتزامن مع بداية العام الرابع من عمليات عاصفة الحزم في اليمن. ما هي الرسائل التي تقرأها أنت من هذه الصواريخ؟ طبعا لا علاقة لدخول العام الرابع في إطلاق هذه الصواريخ. الحوثيين مارسوا هذه الأعمال منذ وقت مبكر، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء. كان هناك عدد محدود من الصواريخ التي يمتلكها النظام السابق، وهي قرابة 21 صاروخ اسكود، منها قرابة 7 صواريخ أو 8 صواريخ مطورة تم تطويرها في فترات سابقة من حكم الرئيس السابق علي عبد الله الصالح. لكن ما أريد أن أوضح أو أتحدث عنه هو وجود صواريخ متطورة وأثبتت بعد التحاليل السابقة بأنها تحمل بصمات إيرانية. الصواريخ طويلة المدى التي وصلت إلى الرياض أو إلى منطقة مكة المكرمة وإلى مواقع أخرى من المملكة العربية السعودية هي صواريخ إيرانية طويلة المدى. أنت تتحدث عن صواريخ السابقة، ليس كذلك؟ السابقة والحالية. هذه تم التأكيد على أنها إيرانية أستاذ سلمان؟ نعم.
تم التأكيد على أن الصواريخ التي يعني أطلقت بالأمس إيرانية الصنع؟ طبعا هي إيرانية الصنع، وأنا أقولها لك قبل أن يتم أخذ عينات من هذه الصواريخ، لأن الصواريخ السابقة التي قبل أشهر أخذ منها عينة وتم بالإجماع الدولي أن وجود بصمات إيرانية عليها. هي في ذات السياق صواريخ الأمس هي صواريخ إيرانية الصنع، الحوثيين لا يملكون هذه الصواريخ. أنا كنت على تواصل مع قائد صواريخ سكود في النظام السابق اللواء علي محسن ناصر، وتأكيدا لصحة هذه المعلومات أكد لي بأن لم يكن في مخازن وزارة الدفاع اليمنية السابقة صواريخ طويلة المدى. قال كل ما نملك هي صواريخ ما يسمى إرقوان، يعني مسافتها 34 إلى 55 كيلو. طيب من أين للحوثيين صواريخ تصل إلى مكة المكرمة تستهدف الحرمين الشريفين، وإلى الرياض تستهدف الآمنين والمدنيين؟ ليس هناك تحديد لأهداف عسكرية يا سيدي، هم استهدفوا المطار واستهدفوا مناطق آمنة ومكتظة بالسكان، وذلك ما صرح به تركي المالكي. لكن هناك كانت تصريحات قبل سنوات بأن التحالف عندما كان الناطق السابق باسم التحالف اللواء عسيري يتحدث حينها كان عن القضاء على 90% من قدرات الميليشيا الصاروخية. أفهم من كلامك أنكم اعتمدتوا في المعلومة على ما تفضلت به من كلام الآن؟ لم أفهم سؤالك سيدي. القصد قبل 3 سنوات صرح عسيري الناطق السابق باسم التحالف عن تدمير 90% من المقدرات الصاروخية للميليشيا. ما الذي طيب كان يعني في ذلك الوقت؟ كان يعني في كلامه بأنه تم بالفعل يعني إحباط أو تدمير ما يقارب 90% من الصواريخ التي يمتلكها الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء، وبالفعل هذا هو ما حدث. طيب الآن كيف تمكنت الميليشيات إذن مع مراقبة التحالف للبحار والموانئ كذلك من إدخال هذه الصواريخ؟ هناك صواريخ من السابق موجودة في صعدة يا سيدي، حتى من أيام النظام السابق. لا يخفى عليك أن التواجد الإيراني في اليمن من العام 1981، يعني فوق 30 سنة الإيرانيين والخبراء الإيرانيين يعملون داخل صعدة وفي اليمن. إضافة إلى ذلك يا سيدي، هناك تهريب للأسلحة الإيرانية عن طريق المهرة، عن طريق سلطنة عمان، مع احترامي لسلطنة عمان، إضافة إلى ما يتم عن طريق أريتريا وميناء العصب وما شابه ذلك. التهريب الإيراني للأسلحة متدفق برا وبحرا وبكل الطرق والوسائل. كما أريد أن أوضح لك وللمستمع بأن الإيرانيين أدخلوا أسلحة قبل سنة أو ما يقارب السنة كانت عبارة عن مواد غذائية في الشاحنات وباطنها صواريخ. الإيرانيين عبر أي المداخل أستاذ سلمان؟ كل الوسائل والطرق يا سيدي. عبر أي المداخل كان ذلك بحسب معلوماتك؟ نعم، عبر أي المداخل تم إدخال هذه الأسلحة بداخل شحنات الأغذية؟ عن طريق المهرة. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ سلمان. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن من نيويورك، المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم القاطبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام، تفضل. حياكم الله. إذن كيف تتابع مسألة يعني إطلاق صواريخ لسبعة صواريخ باليستية، إطلاق الحوثيين لسبعة صواريخ باليستية في تزامنا مع دخول عاصفة الحزم عامها الرابع وعمليات التحالف في اليمن؟ أنا في اعتقادي أنه المملكة العربية السعودية تجني ما تزرع، يعني هي قامت في السنوات الأخيرة فقط ليس باستهداف ميليشيات الحوثي وصواريخها، وإنما قامت كما يعرف الجميع، وهذا وهناك تقارير دولية تتحدث عن ذلك ووثقت ذلك، باستهداف المدنيين والمدن و المزارع والبنية التحتية اليمنية، وقامت أيضا ب يعني تمويل الميليشيات التي قوضت الحكومة الشرعية، وهذا أتاح لميليشيات الحوثي بتطوير أسلحتها وصواريخها والتي وصلت إلى الأراضي السعودية. أنا في اعتقادي أيضا أنه هناك
يعني مغالطة كبيرة بمحاولة رمي التهم على إيران. طبعا إيران معروفة أنها تمول ميليشيات الحوثي، لكن الجميع يعرف أن النظام السابق، نظام المخلوع علي عبد الله صالح، كان لديه من القدرات العسكرية العالية التي والصواريخ التي تستطيع أن تصل إلى العمق السعودي وربما أبعد من ذلك. فأنا في اعتقادي كما ذكر ضيفك الكريم أنه يتحدث عن تهريب الأسلحة من أرتيريا. أرتيريا معروفة أنها تسيطر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ولديها قواعد عسكرية. هناك إغلاق تام للموانئ اليمنية والجزر اليمنية ومسيطر عليها من قبل السعودية والإمارات، وكل الحدود اليمنية أصلا مغلقة. فلذلك محاولة رمي أن الأمم المتحدة أو أن المواد الغذائية التي تدخل للمواطن اليمني الذي يعاني من المجاعة أنها تحمل أسلحة من عبر سلطنة عمان، أعتقد أنها يعني تهم واهية ومحاولة تغطية فشلهم في يعني استهداف الحوثيين وقدراتهم العسكرية. هذا بات واضحا للجميع، هناك تخبط سعودي إماراتي في اليمن، هناك يعني استهداف للمواطنين، هناك محاولة حتى الحوار مع الحوثيين من أجل يعني فتح أو إعطائهم حكم المناطق الشمالية إذا تنازلوا على التواصل مع الإيرانيين، مقابل إعطاء الجنوب ميليشيات انفصالية تستهدف المواطن اليمني وتستهدف خيرات اليمن ومستقبله. وأنا اعتقادي هذا الفشل كله ما أوصل الحوثيون لنقول نحن هنا أقوياء وتنصل رسالتنا إلى الرياض وبعدها فليأتوا للحوار معنا بشكل مباشر. أنا أعتقد أن هذه هي الرسالة الحقيقية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ إبراهيم. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن من مأرب، رشاد المخلافي رئيس شعبة الصحافة العسكرية بالتوجيه المعنوي. أهلا بك أستاذ رشاد. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. إذن أنتم في الجيش اليمني، كيف يمكن لميليشيات الحوثي أو هل ترون أن لديها القدرة على تطوير هكذا صواريخ باليستية وإطلاقها باتجاه السعودية بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعمليات التحالف العربي في اليمن؟ لا، ليس كذلك وليس بهذا الشكل على الإطلاق، إنما هناك فعلا خبراء إيرانيين في صعدة وفي صنعاء وفي اليمن بشكل عام في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين. هناك إمدادات وأسلحة تتدفق من ضمنها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار للحوثيين. ما زالت الأسلحة والأموال تدخل للحوثيين في حال أيضا نتيجة ربما إغلاقات أو أن قوة التحالف لم تنجز جميع أهدافها، يعني بهذا الشكل نستطيع أن نقول هناك إخفاق أيضا حاصل في المناطق المحررة نتيجة تشكيل ميليشيات على أساس نقاب وأحزمة ميليشيات مسلحة جهوية وقبلية على حساب وجود الدولة وإضاعة الشرعية تماما. يعني ربما هذا ساهم في إنعاش الحوثيين وفي تطويل أمد الحركة. وأنا لا أعتقد التحالف قدم للأمانة، يعني قدم شيء كثير، لكن أمامه كان هناك لا يوجد غير طريق واحد هو إمداد الجيش الوطني، مساندة الجيش الوطني، مساندة الشرعية، عودة الشرعية إلى عدن من ممارسة مهامها، عودة رئيس الجمهورية. الحوثيين ليس بتلك الضخامة ولا بهذا الحجم الذي يمكن أن نقول أنهم قوة قادرة على، بالعكس الجيش الوطني استطاع أن يحقق انتصارات وانتصارات قوية. الجيش الوطني الآن على مشارف العاصمة صنعاء، الجيش الوطني حقق انتصارات كبيرة في الجو، والآن أصبح على مشارف محافظة عمران، الجيش الوطني في عمق صعدة وقريب من مران. الجيش الوطني، لكن أنا أقولها يعني كملاقب، اولا انه هناك نقص كثير في الامداد بالسلاح، هناك شحه في الاسلحه تماما، الجيش بدون رواتب لاكثر من 10 اشهر وهذا يشكل حاله غير طبيعيه. لكن الجيش قوي، الجيش هناك اراده قويه يحمل قضيه فعلا. الإيران في اللحظة في الفترة هذه الآن تصعد المواجهة مع الأشقاء في دول الخليج، وإيران هي متواجدة في المناطق شمال الشمال بقوة،
أو خلال الفترة هذه بالذات يعني تتفت من تواجدها بعد الانقلاب، تتفت من وجود مخابراتها، وجود مخابرات إيرانية موجودة الآن تسرح وتمرح داخل العاصمة صنعاء وفي بعض المحافظات الشمالية التي تخضع أيضا قلنا للحوثيين. إيران تصعد الموقف عسكريا، لذلك هذا يستدعي موقف واضح وجاد من الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الجيش الوطني، الجيش الوطني القادر على كسر جماح الميليشيات الحوثية، القادر على تحرير بقية المناطق الخاضعة للحوثيين، وإلا سيظل هناك تهديد وتهديد خطير جدا للأمن القومي العربي من وانطلاقا من اليمن. يعني إيران تحاول تثبيت أقدامها في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك تجريف ديمقراطي يحصل في بعض المحافظات في داخل العاصمة صنعاء، في أحياء العاصمة صنعاء من نوع معين وطيف معين هو طائفي، وفي صعدة وفي عمران وفي الحزام القبلي أيضا المحيط في العاصمة صنعاء. تأخير هذا هو تطويل أمد الحرب، لا يمثل حالة. نعم طيب، يعني في هذه النقطة في موضوع إطالة أمد الحرب، دعني أنقلها إلى الأستاذ سلمان عسكر الصحفي في جريدة الوطن السعودية. أستاذ سلمان، يعني بعد 3 أعوام لا زال الحوثيين قادرون على تهديد المملكة العربية السعودية، هم يستمرون في انقلابهم على الشرعية ويستمرون في إيغالهم في دماء اليمنيين. يعني الجيش الوطني عبر ما يقوله السيد رشاد المخلافي ينتظر مزيدا من الدعم، ينتظر جهودا أكبر وإيجادا للشرعية في المناطق المحررة للدفع تجاه تحرير صنعاء. ما هو الناقص إذن؟ سيدي قبل ما أجيب عليك اسمح لي بس ثواني أنا أوضح لضيفك تقريبا من أمريكا حسب ما يبدو أو من بريطانيا عندما يقول أو يبرئ إيران. أنا بصراحة لا أريد أن أسقط في حوض ووحل المهاترات السخيفة. يا سيدي، من زودهم بطائرات بدون طيار؟ من زود الحوثيين بطائرات بدون طيار؟ من زودهم بصواريخ بركان 1 و2 وزلزال 1 و2 وقاهر وما شابه ذلك والتي هي مستوحاة من المسميات الإيرانية؟ من زودهم بالكتب الطائفية؟ يعني معلومات أو بصراحة طمس للحقائق والوقائع. إيران موجودة يا سيدي، اعتراف من وزير خارجية إيران بأن العاصمة الرابعة للسيطرة الإيرانية ستكون صنعاء، وهو ما خطط له الإيرانيين. لا نريد أن نكذب الحقائق أو أن نضع كفا على ضوء الشمس. إيران موجودة، وإيران من يصنع، وإيران من يدعم بالخبراء، وحزب الله موجود، ومقطع فيديو واضح وصريح أظهرت القناة العربية قبل أشهر وجود خبراء إيرانيين في صعدة. يعني لماذا نكذب الحقائق؟ لماذا نريد تبرئة إيران؟ هؤلاء العملاء. طيب هذه النقطة وضحت. إيران هذه بلدهم يا أخي، هذه وطنهم. هذه النقطة وضحت أستاذ سلمان. خيرا له ولا لليمن. كل ذلك ألا يعني دفعا أكبر؟ ألا يعني بالضرورة أن يكون هناك دفع أكبر تجاه إنهاء الانقلاب في اليمن، دعم الشرعية للعودة إلى مناطقها، دعم الجيش الوطني بشكل أكبر لإنهاء هذا الخطر ليس فقط على اليمنيين بل أيضا على المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها كما نرى من هذه الصواريخ؟ أبد الحوثيين وإيران تعرف جيدا من هي السعودية، وتعرف هذا الكلام، وأنا أتكلم معك وأنا أعي ما أقول يا سيدي. ليس لأنني سعودي، لا والله، ولو كان هو الفخر لي والحمد لله أنني خلقت السعودية. يشهد الله بأن الحوثيين يعرفون بأن ردة السعودية للدفاع عن حدودها ستكون قاصمة للظهر، لكن هناك احترام لقوانين دولية ومبادئ إنسانية. الحوثيون يعلمون جيدا، وإيران من بعدهم، إيران تعرف تاريخها مع السعودية بأنها ستقطع اليد عن الحد السعودي. ما تقوم به الشرعية الآن يا سيدي أو التحالف لدعم الشرعية في اليمن هو موقف إنساني، وموقف أتى وفق دعوة من حكومة شرعية في اليمن. الجيش الوطني اليمني حاليا يقدم انتصارات، وهي التي قصمت ظهر البعير بكل أمانة. ما يحدث الآن من إرسال صواريخ وهذا هو فعل المنتحر. الحوثيين الآن ينتحرون،
الحوثيين الآن يتلقون الهزائم في جبهة نهم وفي الطالع وفي صرواح وفي كل المواقع. لكن أستاذ سلمان الحوثيون من قبل لم يطلقوا صواريخ باتجاه السعودية بهذا الكم. يا سيدي كلامك صحيح، لكن من استهدف أطهر بقعة وهي مكة المكرمة بأكثر من 4 صواريخ قبل عامين، الآن يرسل عشرات الصواريخ على الرياض، على مكة، على أي مكان. لديهم الآن يا أخي انتحار. الآن التقدم للشرعية الذي حصل بالأمس، يا أخي هناك سيطرة على مواقع استراتيجية للحوثيين. الآن الورقة التي بأيديهم هي الصواريخ. قوات الشرعية على الأرض تتقدم. لنتكلم بواقع، دعني من إعلام قطر والدوحة وإعلام موزة وإعلام اللبنانيين، أنا أتكلم معك بالواقع. يا أخي أنت إنسان إعلامي، ارسلوا مراسليكم ينظروا ماذا يحصل على الأرض في اليمن. الحوثيين حالات انشقاق وخلافات وبعثرة في أوراقهم، والآن هم لا يعلمون إلى أين يلجؤون. الآن هناك من يقدم نفسه إلى الإيرانيين ليمسك المنصب. عبد الملك من أين يتكلم الآن؟ عبد الملك الحوثي يتكلم الآن من الضاحية في لبنان، هو لا يستطيع أن يحضر اليمن. صالح الصماد الآن يريد أن يسيطر على كل الأوضاع في الداخل اليمني. محمد عبد الحوثي يريد أن يسيطر، يتغزل ويتقرب لإيران من أجل المنصب، وإيران تضحك عليهم وتضحك على عملائهم. يعني أنت ترى أستاذ سلمان يعني بنقطة أخيرة أن هناك حاجة لمزيد من الدعم للجيش الوطني والشرعية لإنهاء هذا الانقلاب بأسرع وقت ممكن؟ أبدا يا سيدي، الدعم موجود، وقوات الجيش قوات الشرعية لديها ما يكفيها لدخول صنعاء وصعدة، ولكن الموقف هو موقف كما أسلفت لك مراعاة للإنساف. هناك نساء، هناك أطفال. الشرعية والتحالف يحترم القوانين الدولية، الحوثيين لا يحترمونها، جندوا الأطفال، جندوا حتى النساء يا سيدي. أشكرك إذن الصحفي في جريدة الوطن السعودية أستاذ سلمان عسكر، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك أستاذ إبراهيم القعطبي من نيويورك، إذن يعني هذا الفعل من قبل الحوثيين تزامن مع وجود المبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث في صنعاء، هل سيضرب هذا الفعل هذه الجهود للمبعوث الأممي؟ أنا في اعتقادي لن يضربها، ربما سيؤسس لأهمية الحوار الآن مع المبعوث الأممي، وهذا ربما يحدث يعني تقاربا في العملية السياسية. بالعكس الحوثيون في اعتقادي انهم ينطلقون من 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 اجنده ايرانيه بحته، وكما تعرف الايرانيون يدركون كيف يحركون الاعلام الدولي وكيف يتحادثون مع المبعوثين الاممي على كافه المستويات، اما وكافه القضايا في ان كانت تلك القضيه السوريه او القضيه السلاح النووي الايراني او غيرها. هم يدركون ماذا يقومون به. وبالرد على الأخ عسكر من المملكة العربية السعودية، أنا في اعتقادي أنه لا أحد من اليمنيين يظن أن الإماراتيين أن الإيرانيين لا يساعدون أو لا يدعمون الحوثيين، هذا ظاهرا. لكن الأسوأ أن تقوم السعودية والإمارات بنفس الوتيرة ونفس الدمار التي تقوم به إيران في اليمن. هو لم يتطرق على دعم الميليشيات الانفصالية في الجنوب من قبل النظام السعودي والإمارات، وهذا ما ساعد الحوثيون على التمرد بهذا الشكل، وأيضا إيصال صواريخهم إلى الرياض. الجيش الوطني يتحدثون على انتصاراتهم، لا يسمحون للجيش الوطني بالتحرك في أي مكان، بل استهدفوه داخل العاصمة المؤقتة عدن. وهذا ربما يجب عليهم أن يكونوا صادقين أولا مع أنفسهم قبل أن يظهروا إلى وسائل الإعلام للحديث عن هذه الأشياء. وأيضا إذا كنا نتحدث عن الصواريخ وعن دعم إيران، هذا ليس خفيا على العالم، لكن المنطق الآخر يقول أيضا هناك كان جيشا في اليمن وكانت لديه ألوية صواريخ وكان لديه خبراء في الصواريخ، وهؤلاء كلهم ذهبوا للحرب إلى جانب الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية. وأنا في اعتقادي في الآونة الأخيرة ربما أنضم كثير من اليمنيين وكثير من الميليشيات وكثير من قوات صالح إلى الحوثيون، سخطا بما تقوم به المملكة العربية السعودية والإمارات في كثير من المناطق اليمنية. إذا أستاذ إبراهيم القاطب المحلل السياسي كنت معنا على الهاتف من نيويورك، شكرا على تواجدك معنا. بالعودة إليك أستاذ راشد المخلافي رئيس شعبة الصحافة العسكرية بالتوجيه المعنوي،
عندما نرى هذه المعركة إذن وهذا التطور بهذا العدد والكم من الصواريخ في يوم واحد، هل يعني ذلك أننا أمام معركة لازالت ستأخذ طور أكبر إلى أن تنتهي مع الإنقلابيين، أم كيف ترى الوضع؟ في حالة دعم الجيش الوطني أنا أؤكد لك أنها في غضون أكثر يعني شهر إلى شهرين سيتم السيطرة على الوضع وتحقق الجيش الوطني انتصارات حقيقية ويحرر بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأنا أختلف مع زميلي الذي قال أن هناك انضمام للحوثيين، بالعكس هناك سخط غير شعبي غير مسبوق في المحافظات القاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن البطش الميليشيات وقمعها الشديد ضد المواطنين وضد كل معارضيهم هذا هو الذي أخمد جذوة الثورة. طيب أستاذ رشاد، يعني الآن كان هناك الحديث عن من قبل الصحفي سلمان عسكر من السعودية يقول أن الجيش الوطني لديه ما يكفيه من الأسلحة. يا أخي الجيش الوطني إذا كان لعشرة أشهر بدون متواجد وهو صامد وتجده في المدارس في المقدمة وفي كل مواجهة، أقولها للأمانة في كل مواجهة أستطيع أن أقول لك بكل أمانة وبصدق في كل مواجهة مع ميليشيات الحوثي يتم سحبها تماما وتتلاشى وتنهار أمام ضربات الجيش الوطني وتقدمه، لكن هناك للأمانة حصل تباطؤ ربما لقرارات سياسية أو لا نعلم عنها خاصة بالتحالف العربي وحسابات أخرى، لكن ما شوه يستطيع أن أقول أيضا ما ساهم في تطويل أمد الحرب هذه هو الذهاب تفرد الإمارات في المحافظات الجنوبية من خلال تشكيل ميليشيات والإنهاء وجود الدولة تماما والمؤسسات الحكومية فيها لصالح ميليشيات ربما تكون ولاها للإمارات لمصالح اقتصادية ومصالح لا نعرفها. المهم أني أستطيع أن أقول إذا تم فعلا بشكل جدي وقوي دعم الجيش الوطني، الجيش الوطني قادر على سحق الميليشيات الحوثية وقادر على تحرير صنعاء وتحرير كل شبر من أرض الوطن. الجيش الوطني قوي وعنده إرادة وعزيمة، هناك شباب مقاتلون، هناك أستطيع أن أقول لك أن هناك مؤسسة عسكرية تتخلق من داخل الميدان من داخل المواقع من داخل الجبهات حسها الوطني عالي جدا وهي قادرة على حسم المعركة فعلا. أشكرك أستاذ رشاد المخلافي رئيس شعبة الصحافة العسكرية بتوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة وجميع الأفراد في الطاقم الفني في أمان الله.